السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في، الأكثر قراءة في اليوم السابع. أيوة خش عليا بقى. إيه بقى الخبر الأكثر قراءة عندكم النهاردة؟ قال لك تغريم أبل، شركة أبل اللي في البرازيل، بسبب عدم إرفاق شاحن مع هواتف أيفون. يعني أنت بتشتري هاتف أيفون البرازيل هتاخده من غير شاحن. البس، بيفكروني بالناس اللي بيجيبوا التويوتا من اليابان، العربيات التويوتا بياخدوا منها الكمبروزر، في العربيات بتنزل فيها كمبروزر اللي هو بينفخ كاوتشات، بالذات التويوتا بيشيلوها من شنطة العربية وبيبيعوها لوحديها. فالحمد لله الحمد لله ما بشيلش التليفونات المعفنة الايفون ابو 23,000 جنيه. لا لا احنا بنشيل حاجات اغلى من كده بكتير، احنا ممكن نشيل شبيه الايفون ابو 2500 اوبو طبعا، لكن انا راح اشتري تليفون ب 23,000، تفوق ورقه و 23,000 ايه بس.